عليكم، معاكم سيد من قناه ابدا استمتع. النهارده هنتكلم عن الاي بي كي. ايه هو الاي بي كي؟ الاي بي كي ده كلنا بنستخدمه تقريبا على مستوى العالم، هو امتداد برامج الاندرويد. يعني مثلا البرنامج الاندرويد اللي عندك لما تيجي تدور عليه في محرك البحث اكتب بس اسم البرنامج وجنبه دوت اي بي كي، او حتى من غير الدوت اكتب بس اي بي كي، هتلاقي مئات البرامج اللي نازله لك من الاندرويد تشتغل عندك على الجهاز بدون ما تفتح حتى البلاي ستور. طبعا زي ما انتم عارفين دلوقتي في مشاكل في موضوع البلاي ستور مع بعض الشركات العالميه، ومن ضمنها مثلا عند شركه هواوي اللي اصبح ما عندهاش بلاي ستور، فده بيتطلب من المستخدم يروح يجيب برامجه من متجر مختلف خالص غير البلاي ستور. وهنا بيجي دور الاي بي كي، ان انا اعرف ازاي اجيب البرنامج اللي انا عايزه ويشتغل معايا على نظام الاندرويد. تمام، خليكم معايا وانا هوريكم ازاي بالظبط نقدر نجيب برامج الاي بي كي اللي هي برامج الاندرويد وازاي نشغلها. وكمان هضيف لكم حاجه مهمه جدا، هو ازاي استخدم نظام الاندرويد على الكمبيوتر او اللابتوب الشخصي واقدر اخليه زيه زي الموبايل بالظبط. خليكم معايا ان شاء الله هتستفيدوا جدا من الفيديو النهارده. اهو نفتح الانترنت عشان نجيب برامج الاي بي كي. هنخش على محرك البحث google.com. تمام، وهنضرب مثال ازاي اجيب البرامج. هنكتب مثلا في محرك البحث ABK، عندنا هو مصادر كتيرة جدا. تمام، يعني ABK بيور ده متجر، ودي متجر تاني ABK ميرور، وتحت متجر تالت. كل دي متاجر للبرامج زيها زي جوجل بلاي، تقدر تخش جواها وتختار البرنامج اللي انت عايزه. طيب هنضرب مثال لبرنامج من البرامج المشهورة اللي بتنزل من على جوجل بلاي، ونشوف مثلا هتكون موجودة هنا خارج جوجل بلاي ولا لأ. على سبيل المثال كين ماستر. تمام، هنلاقي كين ماستر موجود في الأسواق اللي هي خارج الجوجل بلاي. تمام، نخش كده ونشوف أي لينكة ونشوف الشكل اللي هينزل عليه البرنامج. نجرب هنا، ايوه ادي لينكة التحميل تحت اهي، هندوس تحميل، ننتظر قليلا. تمام، اهي في ثواني بينزل البرنامج. بعد ما ينزل هنروح نجيب البرنامج من الداونلود. اهو ادي موقع في الداونلود، هنقرا البرنامج هنلاقي اخره اي بي كي، وادي العلامه بتاعت الاي بي كي. طيب ازاي افتح البرنامج على نظام الويندوز او على الكمبيوتر تحديدا؟ عشان افتح البرنامج ده على نظام الويندوز لازم انزل حاجه اسمها محاكي للاندرويد، اللي هو البرنامج اللي بيشغل كل برامج الاندرويد. اروح هنا جوجل وابحث عن محاكي على سبيل المثال LED Player، ده احدى المحاكيات للاندرويد. اهو ادي المحاكي، هندوس على تحميل بيتحمل في ثواني. تمام، طبعا انا محمله عندي مش لازم اعمل انستول من جديد عشان الوقت. خلاص هنروح نشوف البرنامج بيفتح ازاي. ادي البرنامج هندوس عليه ونفتح، اهو جاري فتح البرنامج. ادي الشكل الخارجي للبرنامج، اهو اقدر انزل البرامج من ال LED ستور المتجر بتاعه، او من على متجر جوجل بلاي، او ان انا اجيبهم من مصدر خارجي خالص زي ما احنا عملنا كده، بجيبه بسحبه اهو بسحبه واقوم حاطه جوه البرنامج. خلاص كده اهو بيتعمل انستولينج، اهو جالي تركيب البرنامج. خلاص ادي كين ماستر نزل، اصبحت اقدر استخدمه على نظام الويندوز، بستخدم الماوس والكيبورد عادي جدا على الكين ماستر. هذا هو بيعمل سيت اب. تمام، وادي امكانيات البرنامج.
طبعا احنا بنستمتع بان الشاشة اكبر والامكانيات احسن طبعا لما بستخدم الماوس والكيبورد، واقدر اعمل حاجات اكتر بكتير من ان انا كنت بعملها بالموبايل طبعا لسهولة الحركة يعني. تمام، هذا هو البرنامج فتح، واقدر اضيف الفيديوهات اللي انا عايزها والصور واقص واقطع كل استخدامات الكين ماستر. طيب نقدر نشوف برنامج تاني، نضرب مثال. عندنا هنا مثلا على الجهاز منزل مجموعة من الـ ABK، تعال نشوف أي واحد منهم أهو. مثلا أدي أي ABK، نسحبه أي برنامج ونحطه جوه الـ LED بلاير، خلاص على طول انستولينج، خلاص هوب نزل في ثواني، نزل البرنامج عندي تمام، وأقدر أشغله كأني مشغله على الموبايل. أدي أهو جاري فتح البرنامج. اهو لودينج، خلاص فتح البرنامج. ادي امكانياته كاملة كأنك على جهاز الاندرويد طبعا، بس ده شاشة اكبر تقدر تتفرج فيها على الماتشات والافلام والمسلسلات. تمام، انا لو عايز اقفل البرنامج ولو عايز اكبر الصورة تمام اتفرج على ملء الشاشة، تمام ممكن اعمل دبل كليك على الشاشة تكبر تمام، واعمل اسكيب الشاشة تصغر. تمام، وهنا هو اقدر اشوف اهو ان انا اكبر الشاشة او اصغرها، اعلي الصوت او اقلله. تمام، واقدر تحت خالص اهي علامة الرجوع، بقفل البرنامج وارجع لسطح المكتب او سطح الموبايل تاني اللي عندي. تمام، اقدر اشيل برنامج زي زي الموبايل، ادوس عليه دوسة طويلة واسحبه لسلة المهملات، اتشال خلاص البرنامج في ثواني. ده كان نظرة عامة على إمكانيات البرامج الأندرويد وإزاي أقدر أنزله على نظام ويندوز. أرجو إن أنتوا تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة، وإن شاء الله معادنا فيديوهات كتيرة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.